السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي، مرحبا بكم في حلقه جديده وفي اعلان جديد. بالنسبه للفيديو اخواني، قلت لكم استماره الترشيح للتوظيف او التدريب في وكالات وفكاشه لحاملي الدبلومات والشواهد بمختلف المدن المغربيه. اذا اخواني كيف كتشوفوا، هذا هو الموقع الخاص بوكاله ديال وفكاشه، وهذه هي الاستماره اللي غادي نشرح لكم الان الطريقه كيفاش غادي تدفعوا الترشيح ديالكم، سواء بغيتوا تخدموا في هذه الوكالات ديال وفكاش او لا بغيتوا ستاج في هذه الوكالات ديال وفكاش. اذا الطريقه اخواني اللي هي الطريقه سهله جدا، غادي نخلي لكم هذا الرابط في صندوق الوصف ولا تلقاوه في اول التعليق، وتدخلوا مباشره اخواني ملي غادي تدخلوا للموقع، غادي يكون عن شكل يعني غادي يكون بالفرنسيه بهذه الطريقه، انتم غادي تحولوه للغه العربيه بهذا الشكل، لانه الواجهه ديالو كتكون بار ديفو كتكون بالفرنسيه، وهنا راه تحولوا باللغه العربيه، تضغطوا على هذا حرف العين وتحولوه للغه العربيه. هنا انضم الينا، انضم الى فريق عملنا النشط عن طريق طلب ترشيح في موقعنا. اذا هنايا النوع ديال العقد، النوع ديال العقد كاين هنا جوج ديال الانواع، التوظيف او لا التدريب، غير ما الخدمه او لا ستاج. هنا تختاروا على حسابكم نتوما، بغيتوا ستاج كديروا تدريب بالطريقه هذه، وبغيتوا الخدمه راه كديروا توظيف بالشكل، يعني كتختاروا الاختيار اللي بغيتوا نتوما. هنا بالنسبه للمعلومات الشخصيه، الحاله الاجتماعيه، هنا واش سيد سيده ولا انسه، على حسب الشخص اللي غادي يدفع لهذا الطلب الترشيح. مثلا على سبيل المثال سيد، وهنايا الاسم العائلي، هنا كتكتب الاسم العائلي ديالك، وهنا كتكتب الاسم الشخصي ديالك باللغه العربيه ولا باللغه الفرنسيه. هنا تاريخ الازدياد، هنا كتختار تاريخ الازدياد كتكتبو هنايا. هنا المستوى الدراسي، هنا عندك بزاف ديال الاختيارات، ابتداء من البكالوريا، يعني ابتداء من الباك، عندك الباك كدير الباك، عندك باك بلس 2 كدير باك بلس 2، باك بلس 3 كدير باك بلس 3، باك بلس 5 ولا باك بلس 4. على سبيل المثال انا غادي مثلا باك بلس 2، باك بلس 2 يعني على حسب الدبلوم اللي غادي نختار الان. التخصص ديالي على سبيل المثال انا عندي بكالوريا زائد التخصص مثلا ديال الموارد البشريه او للقانون، الامن، المحاسبه الماليه، التدقيق والرقابه، الجوده، التجاره، البيع، الخدمات البنكيه، التواصل، اللوجيستيك ولا التسويق، الاعمال، البناء، اداره المشاريع، نظام المعلومات والتنظيم. عندك شي تخصص اخر كدير هنايا اخر، مثلا عندي انايا التجاره والبيع ولا مثلا المحاسبه الماليه. هنا بالنسبه للخبره الخاصه بهذا التخصص هذا، شحال عندك ديال الخبره، واش انت يلاه بادي ولا مثلا عندك الخبره ما بين عام حتى ثلاث سنوات، ولا من ثلاث سنوات لخمس سنوات، ولا من خمس سنوات لعشره، ولا من عشره فما فوق. مثلا انا عندي التجربه ديال من سنه حتى ثلاث سنوات في هذه الخبره ديال المحاسبه الماليه. انتم اختاروا اش من تخصص عندكم ديال الدبلوم ديالكم. هنا في هذا المكان غادي نكتبوا البريد الالكتروني ديالنا، يعني الجيميل ديالنا. وبالنسبه للجيميل اخواني، انكم حاولوا انكم تحطوا جيميل صحيح واللي هو عندكم في التليفون ديالكم، لان هذا الشركه ديال وفكاش اون فوا كتقبل العقد ديالك ولا كتقبل الطلب ديالك، راه كيتراسوا معك عبر البريد الالكتروني، لانهم ما دايرينش هنايا الرقم الهاتفي، يعني ما ذكرينش الرقم الهاتفي في هذه الاستماره، ما غاديش نحطوا الرقم الهاتفي ديالنا، بل غادي نحطوا البريد الالكتروني اللي هو غادي يتواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني، اللي غادي يصيفطوا لنا واحد الرساله، اللي هي عباره عن واحد الرساله اللي غادي يصيفطوا لنا المعلومات ديالنا، اللي غادي يعني سواء كنا غادي نخدموا او لا كنا غادي نديروا ستاج في هذا الوكاله ديال وفكاش. اذا بالنسبه لنا نحطوا البريد الالكتروني، وهنا غادي نعاودوا نكتبوا نفس البريد الالكتروني اللي كتبنا هنا، نعاودوا نكتبوا في هذا المكان. هنا غادي نجيو المعلومات ديال الاتصال، المعلومه ديال الاتصال اللي غادي نحطوا هنايا المدينه ديالنا، مثلا على سبيل المثال المدينه ديالنا، مثلا غادي مدينه الرباط، وهنا غادي نكتبوا العنوان ديالنا اللي ساكنين في، مثلا ساكنين في الرباط نكتبوا العنوان ديالنا هنا في الرباط، مثلا ساكن هنا في الدار البيضاء نكتبوا العنوان ديالنا في الدار البيضاء. انتم اختاروا السكن ديالكم هنا في هذا المكان، بالنسبه لهنا راه غير اختياري ماشي اجباري. غادي نجيو لهذا المكان هنايا اللي غادي نحطوا فيه الوثائق ديالنا، يعني السيره الذاتيه والرساله التحفيزيه اللي تخدم موتيفاسيون. هنايا غادي نحطوا الرساله التحفيزيه ديالنا او لا اللي تخدم موتيفاسيون، وهنا نحطوا السي في ديالنا اللي غادي نرفعوه على شكل بي دي اف ولا على شكل ايماج او لا دوكيمون، انتم على حسب اشنو عندكم. من الاحسن انكم ديروه على شكل بي دي اف، يعني يستحسن لي سي في ديالكم الا قديتهم صيفطهم على شكل بي دي اف، ما تصيفطوهمش دوكيمون، ما تصيفطوهمش ايماج، يعني بي دي اف احسن حاجه، احسن فورما هي البي دي اف، يعني سواء درتو سي في او درتو رساله تحفيزيه. اذا بعد ما اننا غادي نرفعوا المعلومات ديالنا هنايا، غادي نضغطوا على هذا المكان، لقد قرات وقبلت بنود وشروط الاستخدام الموضحه في الشروط، وغادي نجيو لهذا المكان ونختاروا انا لست بروبوت، ونضغطوا على سجل ترشيحي، يعني اسجل ترشيحي. بالطريقه هذه ارسلنا المعلومات ديالنا الصحيحه لهذه الشركه ديال وفكاش، ولقيت فاش غادي يصيفطوا لكم يعني او لا غادي يقبلوا الدوسي ديالكم، سواء بغيتوا ستاج او لا يعني طلبتوا ستاج او طلبتوا التوظيف، راه هما غادي يراسلكم عبر هذا الجيميل اللي حطيتوا في هذا المكان هذا، على حسب التخصص ديالكم وعلى حسب المستوى الدراسي ديالكم. وهذا هما المعلومات اخواني، حاولوا انكم تكتبوا الاسم ديالكم والاسم العائلي والاسم الشخصي وتاريخ الازدياد، والمعلومات تكون صحيحه 100%، لانهم الى لقاو شي تغيير
ما بين سي في وكذلك المعلومات اللي هما عمرتهم هنايا، راه ما غاديش يقبلوا الطلب ديالكم. اذا حاولوا انكم تكونوا جديين في هذا الاستمارة هذه وعمروها وتوكلوا على الله وغادي يكون ان شاء الله غير الخير. كنتمنى لكم اخواني التوفيق. هذا الموقع نخلي لكم فيه صندوق الوصف ولا تلقوا في اول تعليق. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.